مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبار العالم تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة يواصل اتصالاته مع قادة الدول لوقف التصعيد وضمان حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة. الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيمتنع مؤقتا عن استهداف طرق الإخلاء في قطاع غزة وينفي وجود اتجاه لوقف إطلاق النار. أهلا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالاته المكثفة مع قادة دول عربية وأجنبية لوقف العنف والتصعيد الدائر في قطاع غزة وحشد الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين وتجنيبهم المعاناة المتفاقمة نتيجة التطورات الميدانية المقلقة. وشملت الاتصالات التي أجراها سموه كل من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومعالي أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، ومعالي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل. وأكد سموه خلال الاتصالات أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين وعدم الزج بهم في دائرة العنف والصراع المتصاعد، وشدد سموه على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق. كما تناولت الاتصالات أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الموقف والبحث عن آفاق للتهدئة لمنع تصاعد حدة العنف وعدم الانزلاق نحو مزيد من التوتر والتصعيد. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تهدئة التصعيد الجاري بين غزة وإسرائيل. وتطرقت محادثات الجانبين لجهود المجتمع الدولي من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة. وأشار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية تنسيق وتضافر المساعي الإقليمية والدولية من أجل حماية المدنيين. وبحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما على الصعيد الإنساني وجهود إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتأثرين من تداعيات الأزمة الراهنة. وناقش الوزيران سبل حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم كأولوية قصوى بالإضافة إلى مسار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة. كما بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي السيناتور الدكتور زنبري عبد القادر وزير خارجية ماليزيا التطورات في المنطقة وجهود خفض التصعيد وحماية المدنيين. وناقش الجانبان التداعيات الأمنية والإنسانية للأزمة الراهنة وجهود فتح ممرات آمنة بشكل عاجل لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين. وأكد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي أهمية تكثيف الجهود لاحتواء الأزمة الراهنة وإنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية فخامة خوزي راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية. جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبو ظبي بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما. كما تناولت المباحثات التعاون المشترك في ملف الاستدامة والتغير المناخي في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ودور هذا الحدث العالمي البارز في تحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي.
بدأت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي عملية لتسيير جسر جوي إغاثي لنقل إمدادات طبية عاجلة ومساعدات غذائية إلى مصر ولبنان، وذلك تعزيزا للجاهزية في مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها الأزمة الطارئة في المنطقة، وذلك استجابة للنداء الطارئ من منطقة الصحة العالمية أو منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. وقد توجهت من دبي لمطار العريش المصري في شمال سيناء الشحنة الإغاثية الأولى من مخزون برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، وتتضمن أكثر من 11 طنا من مستلزمات المياه والنظافة الشخصية، إضافة إلى إمدادات حيوية لحفظ كرامة المتضررين وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم. هذا ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة فورا. وذكر غوتيريش أن المياه والوقود وغير ذلك من الإمدادات الأساسية تنفذ من غزة، وأشار إلى أن لدى الأمم المتحدة مخزونا من الغذاء والماء والمواد غير الغذائية والإمدادات الطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل. كما كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن احتياطات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب، مضيفا أن توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر. يعيش آلاف العمال الفلسطينيين الذين أبعدتهم إسرائيل إلى الضفة الغربية بعد إعلانها الحرب حالة صعبة بسبب انقطاعهم عن عائلاتهم في القطاع الذي يشهد قصفا متواصلا من الطائرات الحربية الإسرائيلية. وهم يمسكون قلوبهم بأيديهم، يتنقل هؤلاء العمال وهم من غزة بين مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بحثا عن خبر أو معلومة تهدئ من قلقهم على عائلاتهم في القطاع، خاصة في ظل فقدان الاتصال بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة الحرب هناك. هؤلاء العمال الذين طردتهم إسرائيل من أماكن عملهم داخل الخط الأخضر إلى الضفة الغربية عقب إعلان الحرب على قطاع غزة، باتت الساعات طويلة وقاسية في حسابات الانتظار المتوتر الذي يعيشونه بعدما فقدت الأماكن الآمنة في القطاع. خايف على أهلي وأولادي اللي في غزة، والأخبار مقطوعة فيهم، لا عندهم كهرب ولا مي ولا نت إلا عن طريق يعني جيران من واحد لواحد لواحد عشان أقدر أطمن إنهم عايشين لسه. العمال الذين تصل أعدادهم إلى الآلاف توزعوا على مختلف المحافظات بالضفة الغربية، منهم من استقبلتهم عائلات وأصدقاء ومعارف لهم في مدن الضفة، ومنهم من تكفلت السلطة الفلسطينية ومؤسسات أهلية ومجتمعية بتأمين احتياجاتهم الأساسية من مبيت ومأكل وملبس. هذا واجب إنساني ووطني قبل أن يكون وظيفي، وهي مسؤوليتنا، ولكن يجب على الكل الفلسطيني أن يعلم أن إحنا بندير الملف وعلنا أمام الإعلام وأمام الكل بما يليق بهم. وحسب إحصائيات نقابة العمال فإن أعداد العمال الذين يخرجون من قطاع غزة للعمل في إسرائيل تتراوح بين 10,000 و17,000 عامل فلسطيني. حال عمال قطاع غزة الذين وصلوا إلى الضفة الغربية ربما يكون أقرب إلى وجودهم في السجن، فلا هم يستطيعون التنقل داخل الضفة الغربية كون تصاريحهم التي خرجوا بها من غزة لا تتيح لهم ذلك، ولا هم قادرون على ملامسة الاطمئنان على ذويهم هناك في غزة، وبين هذا وذاك فإنهم يظلون غارقين في القلق والخوف. لقنوات أبوظبي، ماجد سعيد، رام الله. في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي أنه سيمتنع مؤقتا اليوم عن استهداف طريق الإخلاء الذي يصل شمال قطاع غزة بجنوبه في وقت يتحضر فيه لشن عمليات برية. وقال المتحدث باسم الجيش باللغة العربية أن الجيش سيمتنع عن استهداف المحور المحدد شارع صلاح الدين بين الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا. وأضاف في بيان آخر أنه تم تخصيص طريقين بهدف الإخلاء.
ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة بعد أن شدد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على خان يونس ورفح في جنوب القطاع. هذا وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم وجود اتجاه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في هذه المرحلة. إذن نشرة أخبار العالم مستمرة معكم وتتابعون فيها بعد قليل. تركيا تعلن إجراء مفاوضات مع الأمم المتحدة والغرب لإحياء مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود. أهلا بكم من جديد. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته 54 وبإجماع أعضاء المجلس مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم. وأكدت دولة الإمارات أن مشروع القرار يركز على الفتيات اللواتي يعانين أوضاعا هشة، ولا سيما الفتيات الأكثر تهميشا ونازحات داخليا والفتيات من أصحاب الهمم واللواتي يعشن في المناطق الريفية واللواتي من المرجح أن يتأثرن بالكوارث الناتجة عن التغير المناخي والتدهور البيئي. افتتحت الشيخة شمة بن سلطان آل نهيان الرئيس التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي المنطقة الخضراء في المخيم الإماراتي الأردني في منطقة مريجيب الفهود، والتي تضم عددا من المساكن المبنية من سعف النخيل ومواد طبيعية صديقة للبيئة. مراسل قنوات أبوظبي حازم الخطايبة حضر حفل التدشين وعد هذا التقرير، نتابع. بالتزامن مع عام الاستدامة للدولة، نفذ الهلال الأحمر الإمارات مجموعة من المشاريع النوعية لمواجهة التغيرات المناخية، كان آخرها إقامة منطقة خضراء في المخيم الإماراتي الأردني لإيواء اللاجئين السوريين. ها هنا نحن اليوم نفتتح مشاريع وهي منازل صديقة للبيئة، تم استخدام المواد الطبيعية مثل سعف النخل، وهذه المواد طبعا تقلل من الانبعاثات الحرارية مثل ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان. ونحن مع توجهات لدولة الإمارات، مع قرب استضافة لدولة الإمارات مؤتمر الأطراف كوب 28، مشاريعنا كانت نوعية ويتم استخدامها في جميع المشاريع المتنوعة. وطبعا بالنسبة لنا نحن الإنسان أولا، نقدم المساعدة بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين. نحن اليوم متواجدين لإسعاد إخواننا اللاجئين في المخيمات. مشروع المناطق الخضراء الذي افتتحته الرئيس التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي سمو الشيخة شمة بن سلطان آل نهيان في مخيم مريجيب الفود يضم 25 مسكنا مبنيا بالكامل من سعف النخيل ومواد طبيعية مقاومة للحرارة والبرودة على حد سواء. أنا إلى 10 سنوات هون يعني، فكانت كرفانة الزينكو بجوز في بعض النقاط مش مناسبة يعني للحياة الأسر، ولكن الآن يعني التقدم والميز اللي نقلونا من غرف الزينكو إلى الغرف صديقة للبيئة كانت يعني نقلة نوعية يعني، ونشكرهم جزيل الشكر على هذا الاهتمام الدائم والدؤوب والعطاء المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشيوخها ولشعبها ولإدارة الهلال الأحمر الإماراتي، والله يديمهم ويعزهم يا رب إن شاء الله، ودائما من تقدم إلى تقدم وازدهار إن شاء الله. هذه المنطقة الخضراء المتزينة بالأشجار من حولها والرسومات الطبيعية على جدرانها ليست سوى المرحلة الأولى من خطة الهلال الأحمر الإماراتي لإحلال المساكن المستدامة الصديقة للبيئة خلال السنوات المقبلة بدلا من كرفانات الصفيح التقليدية. فإحنا لازم نكون جزء من هاي البيئة، بنعبر عن طريق الرسم، عن طريق الكلام، عن أشياء كتير بنعبر فيها. الإمارات يعني ساهمت أنه حافظت على كيف عن حياتنا من داخل ومن خارج، وفرت لنا الصحة والدراسة يعني كل شيء من كل نواحي. وتعد الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلنت عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة مع حلول عام 2050. عبر هذه الكرفانات البيئية منحت أدرع الإمارات الإنسانية العمل الإغاثي أبعاداً وأشكالاً مختلفة، فهنا يتم الاهتمام بالمناخ والبيئة حيث يعيش اللاجئين السوريين. من المخيم الإماراتي الأردني لقنوات أبوظبي
حازم الخطيبة. في مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، ذكر رئيس المركز الإعلامي لمجموعة الجنوب للقوات المسلحة الروسية فاديم أستافيف أن القوات الروسية تمكنت من صد 5 هجمات للجيش الأوكراني في منطقة أرتيموفسك في بخموت. وأوضح أستافيف في بيان أن الجيش على محور دونيتسك تصدى لهجوم لعدة هجمات أوكرانية من مجموعة قوات في قطاعات مختلفة، وانتقد ما قال إنه استهداف أوكراني بالمسيرات الهجومية والصواريخ للمدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، فيما اعتبره محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه كييف بالهجوم المضاد على محاور القتال. قالت القوات الجوية الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم إن روسيا أطلقت 5 صواريخ و12 طائرة مسيرة محملة بالذخيرة صوب أوكرانيا في هجوم شنته الليلة الماضية، مع أنباء من مسؤولين عن قصف مدفعي وضربات جوية. وقالت القوات الجوية إن الصواريخ التي تم إسقاط 2 منها كانت تستهدف مناطق شمالية وشرقية، فيما أطلقت المسيرات التي جرى إسقاط 11 مسيرة منها باتجاهات متعددة مع تركيز خاص على غرب أوكرانيا. من جانبه قال حاكم منطقة زابوريجيا إن روسيا شنت أيضا قصفا مدفعيا وضربات جوية على المنطقة، مما ألحق أضرارا بعدة مبانٍ سكنية وبنى تحتية في المنطقة. قال دبلوماسي تركي لوكالة تاس الروسية للأنباء إن تركيا تجري حاليا محادثات مع الأمم المتحدة ومسؤولين غربيين لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود في صياغتها السابقة. وأضاف الدبلوماسي أن بلاده تجري محادثات مع الأمم المتحدة والدول الغربية في ضوء الاجتماعات الأخيرة التي شارك فيها مسؤولون من الأمم المتحدة في موسكو واسطنبول. وأوضح المسؤول الدبلوماسي أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه القضية حتى الآن. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة تلفزيونية اليوم على ضرورة الالتزام بالمواثيق والتعهدات الدولية وضمان الأمن لدول العالم على حد سواء بحسب ما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وحذر بوتين في مقابلة حصرية مع التلفزيون المركزي الصيني من خطورة التلاعب بالأمن العالمي وعدم الالتزام بالوعود والمعاهدات والمواثيق الدولية، وخاصة تلك التي تقدمها الدول العظمى. وأشار إلى وعود الدول الغربية فيما يخص عدم توسيع حلف شمال الأطلسي الناتو باتجاه الشرق وما يترتب على ذلك من تطورات على حد قوله. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية وصول وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى بكين قبيل زيارة متوقعة للرئيس فلاديمير بوتين للعاصمة الصينية لحضور منتدى متعلق بمبادرة الحزام والطريق. ونقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله بعد اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين إن مبادرة الحزام والطريق الصينية مهمة لتعزيز التعاون في منطقة أوراسيا. وستستضيف بكين يومي الثلاثاء والأربعاء ممثلين عن 130 دولة للاحتفال بمرور عقد على إطلاق مبادرة الحزام والطريق التي تعد أحد أبرز المشاريع الجيوسياسية الرئيسية للرئيس الصيني شي جين بينغ. طالب المستشار الألماني أولاف شولتز مجددا بضم دول غرب البلقان الست بأسرع ما يمكن للاتحاد الأوروبي. جاءت هذه التصريحات لشولتز اليوم خلال قمة دول غرب البلقان لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي المنعقدة في العاصمة الألبانية تيرانا. وقال شولتز إن الأمر الواضح بالنسبة له تماما هو أنه يجب أن يحدث هذا الانضمام بعد مضي 20 عاما على وعد هذه الدول به. من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن القمة تبعث برسالة قوية بمدى الالتزام الكبير بتوسيع التكتل. تفتتح كوريا الجنوبية يوم غد معرض سول الدولي للفضاء والدفاع الذي يعد أكبر معارضها الدفاعية على الإطلاق، وتستعرض من خلاله أسلحة بالإضافة إلى قاذفة أمريكية نادرة ذات قدرات نووية. وسيشهد الجمهور تحليقا غير مسبوق لقاذفة أمريكية من طراز B-52 تهبط بشكل نادر في قاعدة جوية في مكان آخر بشبه الجزيرة. وتسعى كوريا الجنوبية من خلال المعرض إلى الوصول لهدفها المتمثل في أن تصبح رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم. ومن المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 450 من كبار مسؤولي الدفاع من 54 دولة إلى جانب مئات الآلاف من المتخصصين والجمهور.
وإلى الإكوادور، حيث انتخب رجل الأعمال دانيال نوبوا رئيسا للبلاد يوم أمس، ليصبح بذلك أصغر رئيس في تاريخ الإكوادور عن عمر يناهز 35 عاما، وبعد حصوله على 52.1% من الأصوات. وعد نوبوا بالعمل فورا لإحلال السلام في بلد يعاني من أعمال العنف. وقال الرئيس المنتخب من معقله في مدينة أولون الواقع على ساحل المحيط الهادئ إنه سيبدأ العمل من أجل الإكوادور الجديدة لإعادة بناء بلد تضرر بشكل خطير من العنف والفساد والكراهية على حد قوله. وصلنا معكم إلى ختام النشرة، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الدولة يواصل اتصالاته مع قادة الدول لوقف التصعيد وضمان حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة. الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيمتنع مؤقتاً عن استهداف طرق الإخلاء في قطاع غزة وينفي وجود اتجاه لوقف إطلاق النار. إذن وصلنا معكم إلى ختام نشرة أخبار العالم، كنا معكم من مركز الاتحاد للأخبار، وبعد قليل ينضم إليكم الزميل مكتوم محمد في نشرة الاقتصاد. أما الآن إلى اللقاء. بكم مشاهدينا إلى نشرة الاقتصاد التي نستعرض فيها أهم أخبار المال والأعمال والتي تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار، والبداية بالعناوين. الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي تبدأ أعمالها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك. انطلاق النسخة 43 من معرض جايتكس جلوبال 2023 بمشاركة 6000 جهة عارضة. 3 شركات عالمية تنضم إلى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي. بدأت اليوم فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك، والتي تمتد على مدار 5 أيام حتى 20 أكتوبر الجاري، وتجمع نخبة من القادة وكبار المستثمرين وأصحاب المصلحة المعنيين في مجال الاستثمار من جميع أنحاء العالم. ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، يعتبر حدثا رئيسيا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية المستدامة حول العالم. ويستقطب المنتدى الذي ينظم مرة كل عامين أكثر من 7000 من المختصين في مجال الاستثمار من 160 دولة. أكد معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن اقتصاد الإمارات يشهد تحولات متسارعة في 3 جوانب رئيسية تشمل التحول إلى اقتصاد سريع النمو قائم على الطاقة المتجددة. وأضاف أن الإمارات تقدمت 6 مراكز خلال عام واحد لتحل في المركز 16 من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2022. وأوضح الزعابي أن الإمارات خصصت خلال العام الماضي نحو 132 مليارا ونصف المليار درهم من الاستثمارات الخارجية لمشاريع الطاقة المتجددة. وكشف الزعابي عن اعتزام الدولة استثمار 589 مليار درهم إضافية خلال العقود 3 المقبلة وصولا إلى تحقيق الحياد المناخي. أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار تعاونه مع 3 شركات عالمية متخصصة في تقنيات وخدمات القيادة الذاتية والسيارات الطائرة، والتي أبدت اهتمامها للانضمام إلى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة سافي.
وضمت قائمة الشركات التي تعتزم الانضمام للمجمع شركة ويرايد المتخصصة في مجال تقنيات وخدمات القيادة الذاتية، وشركة جوبي للطيران التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، والتي تعمل على تطوير سيارة أجرة طائرة كهربائية بالكامل تعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي لخدمة نقل الركاب التجارية، بالإضافة إلى شركة مراكب تكنولوجيز التي ستصبح أول شركة رائدة في تطوير الأنظمة والتطبيقات البحرية في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة. انطلقت اليوم فعاليات النسخة 43 من معرض جايتكس جلوبال المتخصص في مجال التكنولوجيا في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة ما يزيد على 6000 جهة عارضة وأكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا يمثلون أكثر من 180 دولة. ومن المقرر أن تستمر فعاليته حتى 20 من أكتوبر الحالي، ويشارك في المعرض مجموعة من عمالقة التكنولوجيا ومنهم شركتي هواوي ومايكروسوفت، فضلا عن انضمام شركة البرمجيات السحابية سيلز فورس لأول مرة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 1000 شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وخلال مشاركته في جايتكس 2023 أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة أول منصة تدقيق مبتكرة مبنية على الذكاء الاصطناعي، وتعد الأولى من نوعها في العالم. طبعا مشاركة جهاز أبوظبي للمحاسبة اليوم تأتي ضمن إطار جهود جهاز أبوظبي للمحاسبة في التحول الرقمي وأتمتة العمليات التشغيلية، وخصوصا في قطاع الرقابة والتدقيق. دائما نسعى إلى رفع الكفاءة التشغيلية للقطاع من خلال استغلال الأمثل للموارد المتاحة عندنا. نسعى من خلال هذه المنصة إلى التعامل مع حجم البيانات الكبير الموجود عندنا للجهات الخاضعة. تقريبا عندنا عدد كبير من الجهات الخاضعة اللي هي تقع ضمن نطاق مسؤوليات جهاز أبوظبي للمحاسبة. احنا نحاول من خلال هذه المنصة أن نقدر نتعامل مع البيانات المتاحة أو اللي موجودة، واللي هي بحكم اختصاصاتنا في جهاز أبوظبي للمحاسبة، بطريقة مثلى تساعدنا على إجراء التحليلات المالية اللازمة وتحديد نقاط الضعف والقوة في الجهات الحكومية، على أساس أن نساعدهم في عملية الارتقاء بنظم الحوكمة والرقابة المالية والشفافية للحفاظ على المال العام في إمارة أبوظبي. حققت اتصالات من إيآند بالتعاون مع شركة إريكسون أفضل وأعلى سرعة تنزيل باستخدام شبكة الجيل الخامس 5G في العالم، بلغت أكثر من 13 جيجا بايت في الثانية، في إنجاز يمثل علامة فارقة في خدمات الجيل الخامس التي تقدمها اتصالات من إيآند، وترسخ مكانة دولة الإمارات في صدارة سرعات الهاتف المتحرك عالمياً. مشاهدينا، المزيد من الأخبار الاقتصادية تأتيكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. من مجموعة اتصالات إلى اتصالات والمزيد، إيآند. هي رمز للتواصل. من 47 سنة وشبكتنا تجمع الناس، لكن العالم اتطور ومعنا المزيد عندنا تغير. من مجموعة اتصالات إلى اتصالات والمزيد، مو بس شركة اتصالات، نحن حلول تكنولوجية للمؤسسات والخدمات المالية والترفيهية، استثمارات تكنولوجية والمزيد من دولة الإمارات إلى العالم. إيآند، مجموعة تكنولوجية عالمية. أهلا بكم من جديد إلى أخبار الاقتصاد. حقق اقتصاد دبي نموا بنسبة 23% خلال النصف الأول من 2023، ووصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 223 مليار و800 مليون درهم مدفوعا بأداء الربع الثاني الذي حقق فيه اقتصاد الإمارة نموا بنسبة 3.16%
مما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية دي 33. استدامة نمو اقتصادي قوي على مدار السنوات العشر المقبلة سعى لتكريس الموقع الرائد لدبي ضمن أفضل 30 مدن اقتصادية حول العالم، أثمرت أداء إيجابيا للاقتصاد في نسبة المساهمة في نمو الناتج المحلي لدبي، حيث حقق قطاع النقل والتخزين 42.8% نظراً لحجم إنتاجه وارتفاع أدائه وزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية وتميزها. فيما تميز قطاع الإقامة والمطاعم بنمو 9.5% وهو ما يعزز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة باعتبارها الأسرع تعافياً على مستوى العالم. أنشطة المعلومات والاتصال حققت 5% نمواً في النصف الأول من عام 2023 بقيمة مضافة بلغت 9.6 مليار درهم. الأنشطة العقارية كنتيجة لنمو المبيعات العقارية في النصف الأول من العام الجاري حققت نمواً ب 9.2% بفضل مرونة وجاذبية القطاع والثقة والشفافية. الأنشطة المالية والتأمين حققت نمواً كبيراً وبلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدبي نحو 10%. أنشطة الصناعة التحويلية نمت ب 4.7% في الأنشطة والقطاعات ذات التصنيف الحيوي والمتجدد. تجارة الجملة والتجزئة تعتبر من الأنشطة الحيوية التي حققت نمواً بما يقرب من 13% لما تشكله هذه الأنشطة من فعالية لتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي، فيما حققت الأنشطة الأخرى في الاقتصاد نمواً خلال النصف الأول بنسبة 0.7% وأسهمت مجتمعة بنسبة 6.1% نمو في النمو المتحقق. استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أول جلسات الأسبوع على ارتفاع، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية رئيسية والإعلان عن أرباح شركات كبرى هذا الأسبوع بحثاً عن دلائل على مسار الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي يراقبون فيه أيضاً الصراع في الشرق الأوسط. ارتفع سهم شيل خلال تداولات اليوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مع ارتفاع أسعار الطاقة في ظل الاضطرابات في الشرق الأوسط وتركيز المدير التنفيذي الجديد وائل صوان على أعمال النفط والغاز الرئيسية. وصعد سهم شركة النفط المدرجة في بورصة لندن بنحو 1.13% في مستهل تعاملات اليوم ليتجاوز 2761 جنيها استرلينيا. تذبذبت أسعار النفط اليوم حيث انخفضت في التعاملات المبكرة ثم ارتفعت في تعاملات الظهيرة قبل أن تتراجع الآن، لكن خام برنت لا يزال فوق 90 دولارا للبرميل. من جهته تراجع الخام الأمريكي إلى نحو 87 دولارا للبرميل، بينما هبط خام مربان إلى أقل من 93 دولارا للبرميل. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.